أهلا بكم. صعد المنتخب الوطني تدريباته البدنية والفنية في العاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا لمواجهة نظيره الماليزي وديا يوم الجمعة المقبل. وأجرى المنتخب صباح اليوم الأربعاء تدريبه الثاني في كوالالمبور على أحد الملاعب الفرعية بقيادة المدرب الفني فيتال، تأهبا لمواجهة الجمعة والتي تأتي في إطار تحضيرات المنتخب للقاء الصين تايبي في 5 أيلول المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات آسيا 2023 في الصين. يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم غدا بنظيره الإندونيسي في ختام مشاركته في بطولة قطر الرباعية. واستهل المنتخب مشواره في البطولة بالفوز على المالديف قبل أن يخسر أمام قطر بانتظار مباراته الأخيرة أمام إندونيسيا غدا. وبحسب جدول الاتحاد فإن مشاركة المنتخب في بطولة قطر الرباعية تأتي في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في الأردن. يلتقي نادي شباب الأردن غدا بنظيره النجم الساحلي التونسي على استاد الملك عبد الله الثاني في ذهاب دور 32 من بطولة الأندية العربية. ويسعى شباب الأردن للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامتها في 24 من شهر أيلول المقبل. هذا وسيعتمد شباب الأردن على عناصره الشابة وبعض من لاعبي الخبرة في ظل غياب المحترفين بسبب تأخر فتح باب تسجيل اللاعبين. قدم اليوم مجلس إدارة نادي معان الرياضي جهازه الفني والإداري والطبي وعددا من لاعبيه المحترفين الذين سيمثلون الفريق في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الجديد. وقدم النادي مدربه الجديد عماد خانكان خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم تم فيه تسمية بدران الشقران مساعدا للمدرب، وعبد الله القططي مديرا للكرة، وزاهر شلار مدربا للحراس، وماجد البنا معالجا طبيا للفريق، بالإضافة لتقديمه لعدد من اللاعبين أبرزهم محمد الشطناوي وياسر الرواشدي وعصام بيضين وأحمد ياسر. لا شك اليوم نادي معان من الأندية اللي صراحة اللي بيعتقد انه مستقر ماليا واداريا. بتعرف انت اليوم معظم الأندية الأردنية عم تعاني من ضائقة مالية، نادي معان هو نادي ما عليه اي شيء، وبالتالي بيساعدك بالعمل اللي بيساعدك بعملية النجاح. تحدي جديد بالنسبة لإلي لعصام ان شاء الله، نعمل إضافة، أعمل لهم إضافة كثير مميزة إن شاء الله نادي معان وجمهور معان إن شاء الله، ونكون رقم صعب إن شاء الله. إن شاء الله بنقدر نلبي طموحات جماهير نادي معان ونكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. يعني الأمور لحد الآن مبشرة بالخير إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. النادي عمل تقريبا من 10 إلى 12 تعاقد مع لاعبين كلياتهم على مستوى فني كثير رائع، ونوعية اللاعبين اللي اختاروهم لاعبين بحبوا يلعبوا كرة قدم، بحبوا يلعبوا فوتبول. تجربة جديدة، تحدي جديد، يعني إن شاء الله أنه يعني بتكون هي بداية خير إلنا ولنادي معان. إن شاء الله يعني إن يعني بنقدر إن نلبي الطموح اللي الإدارة حاطيته ومتأمليته فينا كلاعبين. يستضيف الليلة نادي أياكس أمستردام الهولندي نظيره أبويل القبرصي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا. ويسعى لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري المحترف في صفوف نادي أبويل للأخذ بيد فريقه وانتزاع بطاقة التأهل وتدوين اسمه كأول لاعب أردني يلعب في دوري الأبطال. هذا وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الذهاب بين الفريقين في مباراة برز فيها التعمري وكان قريبا من التسجيل لولا قلة التركيز في اللمسة الأخيرة. يذكر أن الفائز في لقاء الليلة سيتأهل للعب في دوري الأبطال وسيمنح 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. تعرض لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في قدمه اليمنى والتي حرمته من اللعب
منذ بداية الموسم الحالي، وغاب ميسي عن ميران فريقه الجماعي مجددا اليوم ليعلن بعدها النادي الإسباني عن تعرض ميسي لانتكاسة في منطقة إصابته، مؤكدا غيابه عن لقاء الفريق المقبل أمام أوساسونا. وبذلك يتواصل غياب ميسي عن برشلونة بعد تغيبه عن جولة الفريق الودية في أمريكا وعن أول مواجهتين في الدوري الإسباني. استهل السويسري روجر فيدرر مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوز مثير على نظيره صامت ناغال في الدور الأول، منتزعا بطاقة عبوره للدور الثاني. ودخل صامت اللقاء بقوة متمكنا من حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4 قبل أن يعود فيدرر ويفرض سيطرته على المباراة بحسمه المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-1 و6-2 ضاربا موعدا اليوم في الدور الثاني مع دمير جمهور الذي أقصى بدوره الفرنسي اليت.